السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم السبت 15/2024، بداية الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المجاهدين المسلمين في فلسطين ولبنان والسودان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم في سياح جناتك يا رب العالمين. اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين ولبنان والسودان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين المسلمين في كل بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم كريستال بالاس خسرت من نادي ليفربول 0-1. احرز الهدف دييجو جوتا في الدقيقة 9، اسيست كودي جاكبو. ارسنال فازت على ساوثهامبتون 3-1، احرز هدف ارسنال كاي هيفرتس في الدقيقة 58، اسيست بوكايو ساكا. الهدف الثاني عن طريق غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 68، اسيست بوكايو ساكا ايضا. الهدف الثالث عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 88. هدف ساوثهامبتون عن طريق كاميرون ارشر في الدقيقة 55، اسيست ماتيوس فرنانديز. برنتفورد فاز على ولفرهامبتون 5-3. متابعين الكرام، احرز اهداف برنتفورد ناسان كولينز في الدقيقة الثانية، بريام موبيمو ضربة جزاء في الدقيقة 20، كريستيان نورغارد في الدقيقة 28، وايسان بينوك في الدقيقة الثانية من وقت الرداع في الشوط الاول، وفابيو كارفاليو في الدقيقة 90. هدفي ولفرهامبتون او ثلاثة اهداف ولفرهامبتون عن طريق ماتيوس كونها في الدقيقة الرابعة، يورغن لارسن في الدقيقة 26، وريان نوري في الدقيقة 93. ليستر سيتي فازت على بورنموث 1-0، احرز الهدف فاكوندو بونانونتي في الدقيقة 16. مانشستر سيتي فازت على فولهام 3-2، احرز هدف مانشستر سيتي كوفاتشيتش في الدقيقة 32، ونفس اللاعب في الدقيقة 47 اسيست برناردو سيلفا. الهدف الثالث عن طريق جيرمي دوكو في الدقيقة 82، اسيست ريكو لويز. متابعينا الكرام، هدف فولهام عن طريق اندرياس بيريرا في الدقيقة 26، اسيست خيمينيز. الهدف الثاني عن طريق رودريجو مونيز في الدقيقة 88، اسيست ريس نيلسون. ويست هام يونايتد فازت على ابسويتش تاون 4-1، احرز هدف ويست هام مايكل انطونيو في الدقيقة الأولى، اسيست جارود بوين. الهدف الثاني عن طريق محمد قدوس أو قدوس في الدقيقة 43، الهدف الثالث عن طريق جارود بوين في الدقيقة 49، والهدف الرابع عن طريق لوكاس بيكيتا في الدقيقة 69. هدف ابسويتش تاون عن طريق ليام ديلاب في الدقيقة 6. ايفرتون تعادلت امام نيوكاسل 0-0. طيب خلينا نتعرف على مباريات الاحد 16/2024. استون فيلا توجه مانشستر يونايتد 9/4 عصر مساء بتوقيت مصر ومكه المكرمه على قناه بين سبورتس اتش دي 1 الاولى. تشيلسي هتواجه نوتنغهام فورست في نفس التوقيت، وبرايتون في مواجهه توتنهام 6:30 مساء بتوقيت مصر ومكه المكرمه على قناه بين سبورتس اتش دي 1 الاولى ايضا. ترتيب الدوري، المركز الاول ليفربول 18 نقطة، مانشستر سيتي المركز الثاني 17 نقطة، ارسنال المركز الثالث 17 نقطة، تشيلسي المركز الرابع 13 نقطة، استون فيلا المركز الخامس 13 نقطة، نيوكاسل المركز السادس 12 نقطة، فولهام المركز السابع 11 نقطة، توتنهام المركز الثامن 10 نقاط، برنتفورد المركز التاسع 10 نقاط، برايتون المركز العاشر 9 نقاط، نوتنغهام فورست المركز 11 9 نقاط، ويست هام يونايتد المركز 12 8 نقاط، بورنموث المركز 13 8 نقاط، مانشستر يونايتد المركز 14 7 نقاط، ليستر سيتي المركز 15 6 نقاط، ايفرتون المركز 16 5 نقاط، ابسويتش تاون المركز 17 4 نقاط، كريستال بالاس المركز 18 3 نقاط، ساوثهامبتون المركز 19 نقطة، وولفرهامبتون المركز 20 والاخير نقطة ايضا. ترتيب الهدافين، المركز الاول ايرلين غالاند لاعب مانشستر سيتي سجل 10 اهداف، المركز الثاني بريامو بيمو لاعب برنتفورد 6 اهداف، وكول بالمر لاعب تشيلسي، والمركز الثالث لويس دياز لاعب ليفربول 5 اهداف، المركز الرابع جون دوران لاعب استون فيلا 4 اهداف، وكاي هافرتس لاعب ارسنال، وليام ديلاب لاعب ابسوتش تاون، والنجم مصر محمد صلاح لاعب ليفربول، ونيكولاس ياكسون لاعب تشيلسي، واولي واتكنز لاعب استون فيلا. متابعين الكرام، اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، وكان معكم محمد نور الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.